إذا تشامخ الإنجاز فاعرفوا أن لذلك سببا. وكلما لوحظت عظمة التفرد في النجاحات فاعلموا أن للعظمة صناعا نحتوا ملامحها بمهارة وتفننوا في جمالية تفصيلاتها وأبدعوا في صياغة معاني نجاحاتها، لأنهم عمالقة العطاء يمنحون بدون حدود ويهبون لكل صوت جزءا مباركا من أرواحهم ينير لأبنائهم توجه الحياة. إنهم المعلمون، يعلمون ويعلمون ويتعاملون بتواصل الروح وصولا لأعلى وأرقى القمم، وينافسون ذاتهم في كل عام ليصلوا لقمة أعلى. لنقف جميعا لمعلمينا في موكبهم الزاهي. وجعلهم أعز شأنا وأعلى مرتبة بين الخلائق، والصلاة والسلام على معلم الناس الخير، الصلاة والسلام على من وصفه جده عبد المطلب فقال إنه أوتي جمال قريش وفصاحة سعد وحلاوة يثرب، محمد بن عبد الله النبي العربي الهاشمي وعلى آله وصحبه وبعد. عطوفة الدكتور
سامي المجالي راعي حفلنا الأكرم حفظه الله ورعاه، أصحاب المعالي والعطوفة والسيادة والسعادة، أيها الأهل والأصدقاء، زهراتنا الخريجات، بناتي العزيزات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا بكم ومرحبا. في كل عام نقف هذا الموقف الجميل، نرفع رؤوسنا بإنجاز جديد ومشاريع علماء جدد وبناة جدد يضيفون إلى سماء الأردن وهوائه ومائه ألقا ووهجا وسناء. واليوم إذ نقف هذا الموقف ليزداد شموخنا واعتزازنا بهذا الأردن الجميل ونحن نتفيأ ظلال استقلاله المجيد، فكل عام والأردن وقائد الأردن وأبناؤه المخلصون بألف خير. إنه واحد من رجالات هذا الوطن نذر نفسه لخدمة وطنه وأمته، فكان من قياداته التربوية التي ساهمت في استقرار وتطور التعليم في الأردن. عرفته يصل ليله بنهاره من أجل خدمة أبناء وطن يحبه ويفاخر بحكمة مليكه وسداد رأيه على الدوام. إنه راعي حفلنا عطوفة الدكتور سامي المجالي أمين عام وزارة التربية والتعليم. فاسمحوا لي باسمي واسمكم جميعا أن نتوجه إلى عطوفته بالشكر والتقدير لتشريفه حفلنا ورعايته الكريمة. اليوم كل الأيادي تستشرف ورود مستقبلها الجميل. اليوم كل العيون تبتسم لقادم الأيام عطاء تدفقا وشبابا. اليوم تنطلق الزغاريد من الحناجر والابتهالات من القلوب. شكرا لله تعالى أن أعان على اجتياز مرحلة من مراحل التقدم. إنها الفرحة تغمر القلوب فتبعث فيها الخفق كطائر يحلق بجناحه نحو الذرى والآفاق. ولأنها النظم مصنع الإبداع، حاضنة الكواكب السابحة في سماء هذا الوطن الجميل، لأنها النظم انتظمت فيها عقول الشباب والشابات الواعد وتماهت مع نخبة متميزة من المدرسين والمدرسات يعرفهم هذا الوطن تماما عطاء متدفقا تجديدا وانبعاث حياة. إنها النظم التي استوعبت أفضل الخبرات وتعهدت أفضل الطلبة بالرعاية في الجوانب الأكاديمية والثقافية والفنية والمهنية، فصارت في سمع الأردن أغنية جميلة وفي عيونه وميض أمل براق. فلكم معلمين ومعلمات، زملاء وزميلات، أقول بارك الله هذه العقول والأيدي المعطاءة، نضر الله هذه الوجوه الجميلة، فأنتم صانعو هذا الفخار. وما زال عطاؤنا بإذن الله وقادا وفيرا، وسيبقى كذلك ما دام يجري في عروقنا الدم والهواء. نعلي صروح العلم، نزرع غراس التألق، نرفع راية الوطن فوق كل الربا والفلوات، ونؤمن بالأردن تاريخا حاضرا ومستقبلا، نحبه قيادة وشعبا وأرضا، هواء وماء وسماء. برموش العيون نسيجه ونطلق دفق قلوبنا مدافعة المحب إيمانا وشوقا. معالي راعي حفلنا الكريم، الآباء، الأمهات، الأهل، إنه ليوم عيد لكم ترون فيه ثمار جهودكم قد أينعت وزهوركم قد تفتحت، فهن فلذات الأكباد يزدهي بهن المكان، فهنيئا لكم
وبورك لكم حصادكم، حصاد الخير والبركات. أما أنت أيتها الأم، يا من نسجت من رموش العينين مهدا لهذه الخريجة، وعشت معها ليال طويلة تنتظرين هذا اليوم، حق لك أن تتيهي وتفتخري، حق لك اليوم أن تفرحي وتبكي سرورا. هذا يومك، فيكفيك فخرا أن الله عز وجل جعل طريق الجنة لهذه الخريجة مرورا من تحت قدميك. أما أنتن الخريجات العزيزات، أنتن يا نبض القلب وجناه الذي غرسناه بأهداب عيوننا وآمالنا الكرام، أنتن مناط الأمل ومعقل الرجاء. لا نودعكن اليوم، ولكننا نضم أيدينا وقلوبنا إلى أيديكن وقلوبكن من أجل بناء جديد، نعلي معا لبنات النماء والعطاء والتجديد، لنرسم فوق جبين هذا الوطن أجمل اللوحات، وننقش على جدرانه أحلى الزخرفات، ليظل زاهيا حصينا منيعا بأبنائه وعلمه وحضارته العريقة الشماء. ليظل هذا الوطن الصغير حجمه، العظيم فعله، الفذة قيادته، نجما يتلألأ في سماء العلم والإبداع. نحن بدونكم لن نستطيع أن نضيء الشموع، فلننشد بصوت واحد قوي: نحن الشباب، لنا الغدو ومجده المخلد، وستبقى النظم على الدوام. ستبقى النظم على الدوام، الحضنة الدافئة لكم، والمرتع الخصب، والموئل الجميل. أكرر شكري وترحيبي بعطوفة راعي حفلنا، وعطوفة مندوب مديرة التربية والتعليم الخاص في محافظة العاصمة، وجميع الأخوة والأخوات الضيوف الكرام. أهلا بكم، والسلام عليكم ورحمة الله. ليوم الفرح فقرة فرح وأغنية مليئة بالحماسة، أشعات سعادتها تنشر البهجة على كل روح، وتملأ صدر كل من بذل الجهد فاستحق أن يرتقي خشبة المسرح للتخريج. ومع الفقرة الفنية بعنوان يوم الفرح.